أذكار المساء. شام کے اذکار. السلام علیکم سامعین, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو افراد نابینے ہیں, ضعیف العمر ہیں یا کسی اور وجہ سے انہیں اذکار یاد نہیں, تو وہ یہ زبانی سنتے رہیں اور دہراتے رہیں. پہلے نمبر پر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دوسرے نمبر پر تین دفعہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تیسرے نمبر پر امسینا وامس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. چوتھے نمبر پر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. پانچویں نمبر پر چار دفعہ پڑھنا ہے اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. چھٹے نمبر پر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ساتویں نمبر پر أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. آٹھویں نمبر پر أمسينا وأمس الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها
وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. نومے نمبر پر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دسویں نمبر پر تین دفعہ پڑھنا ہے. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت گیارویں نمبر پر اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أذكار المساء. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بارہویں نمبر پر تین دفعہ پڑھنا ہے. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تیرویں نمبر پر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. چودھویں نمبر پر تین دفعہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 15ویں نمبر پر 3 دفعہ پڑھنا ہے. اعوذ بكلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات اللہ التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 16ویں نمبر پر 7 دفعہ پڑھنا ہے. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 17ویں نمبر پر 10 دفعہ پڑھنا ہے. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 18ویں نمبر پر اور 100 دفعہ پڑھنا ہے. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. 19ویں نمبر پر اور 100 دفعہ پڑھنا ہے. استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. 20ویں نمبر پر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شام کے اذکار مکمل ہوئے.